ده كده منكر، هدم بيوت الناس اللي قاعدة فيها ده منكر كبير. طيب تعالي كده يا استاذه، يعني ننظر الى شيء بعين، يعني عشان نأصل الموضوع للساده المشاهدين، ويبقى الموضوع ما اتخذش بشكل ضد او مع او حسب هوى الناس او الناس بتعمل ايه. طيب تعالي، انا عندي اليوم قطعه ارض خاصه بيا، حضرتك جيتي اخذتيها وبنيتي عليها بيت او بنيتي عليها منشاه او بنيتي عليها مسجد، وانا رافض لان دي ارضي، انا رافض لان دي ايه ارضي، دي تسمى ارض مغصوبه. ارض مغصوبه يعني ارض مغصوبه واخدها منك غصب عنك. ارض مغصوبه، تمام. وقيل وقال العلماء في مساله الارض المغصوبه التي يصلى عليها ما بين رفض الصلاه فيها وما بين منعها بهذا إيه الموضوع. طيب ده دي ارضي اللي انا بطالب بيها. طيب هذه الارض منفعه عامه للمسلمين، أو أنا تبرعت بالأرض عشان أبني عليها مسجد، البناء وما عليه، ما الحلال؟ ما ينفعش تيجي ناحيته. إحنا مش فاهمين حاجة على فكرة. فاهم حاجة؟ لا، في نقطة تانية، أصل حضرتك بتقول إن ده مال مغصوب، لو ده مغصوب دخلوا له ليه أنا قلت أقصد الموضوع وبعد كده دخلوا له ليه العدادات ودخلوا له ليه المرافق ودخلوا له ليه كل ده؟ حضرتك بيبقى عندك في مصر 14 دور و15 دور والبتاع بيتبنى 5 أدوار وكشوف المرافق. أنا لما أجي أشتكي يا دكتور يوسف من في عمارة مثلا عندي وفي ساكن عندي طلع عمل دور فوق بإرادتي أنا وأنا سمحت له، وبعدين جيت في الآخر أهده له، طب ليه؟ طب ما أنا اللي سايباه يبني فوقي بإرادتي، ما أجيش بعد كده أنا اللي أهده له أقول له أصل أنت كنت مخلف. مخلف فين؟ أنا كنت نايمة وقت ما كان بيطلع السقالة والطوب. طيب أنت وصلتي معايا للنقطة الأولى، إن الأرض المغصوبة اللي صاحبها اتخذت منه غصب عنه واتبنى عليها، تمام، هذا من الشرع محرم. النقطة الثانية اللي يكون لي أرض وبتاعتي وببني عليها، ممكن بس حضرتك تحط لنا يعني إيه أرض، يعني الحالة اللي عندنا في مصر هدم البيوت وهدم المساجد، فين الأرض المغصوبة في دول؟ ما احنا قلنا يا أستاذة نوضح، وفين الظلم اللي وقع على الناس؟ قلنا يا أستاذة نوضح الموضوع عشان ما يتقالش إن أنا بفتي عشان أنا قاعد معاكي. لا ما مش لا طبعا هو الدين على مزاج حد. انا بقول لحضرتك اهوت اقسم لك الموضوع، وانت نفسك اللي هتوصلي للقناعه. طيب يلا حضرتك اللي هتوصلي للقناعه. يبقى النقطه الاولى، لو انا جيت على ارض بتاع انسان اخذتها غصب عنه، تمام، وما اديتوش حقه فيها، ده من الشرع ممنوع، حتى لو هبني عليها مسجد، هبني عليها جامعه، هبني عليها مستشفى، هبني عليها قصر القاسي، هو في الاخر باطل. باطل ماشي، ويحق له المطالبه بالارض بتاعته. طب الارض ديت منفعه عامه او انسان تبرع بيها او 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 بهذه الصوره الحلال، لا يجوز للإنسان أن يتعدى عليها. ماشي. لأن خلاص أنا بنيت وطلعت معايا حضرتك. طيب اليوم النهارده أنا الآن كدولة شفت إنسان بنى أرض وبنى عمارة مثلا بقالها 10 سنوات. وكان الأصل فيها 6 أدوار. وهو بنى 14. وهو بنى إيه؟ 14 دور. 14. وانا كدوله شايفه ان الكلام ده غلط، بس سايباه بقالي سنين. ايوه انا مش دخلت له كهرباء وميه وعملت له كل حاجه، فلوس واديت له ترخيص انه ينفع يبني 6 ادوار زياده. مش موضوع كل البيوت اللي مش اهلنا اللي اتهدت البيوت على دماغهم. يا شيخ بس عشان تعرفي معايا. طيب يلا بالراحه. انت عندك النهارده 10 ادوار، ايوه، بنيت 14، اصبح في 4 مخالفين الان، الدوله عاوزه تهدهم، الدوله مخيره بين امرين، ما دام سابتهم ووصلت لهم مرافق مخيره ما بين امرين، اما ان هي تعوض الناس ديت، تحاسب الشخص او ان تتركهم. طب وطلب التصالح وخدت فلوس التصالح وبرضه هدت. نعم. هي في الاول قبل ما الراجل ده يروح يطلع 6 ادوار 4 ادوار دورين زياده، هي راح الراجل ده ودفع للدوله فلوس والدوله ادت له ترخيص ان اساسات المبنى تتحمل انه يبني دورين او 4، وجات الدوله نفسها دخلت له الكهرباء ودخلت له الميه ودخلت له الغاز. جاية تفتكر دلوقتي؟ أنا بقول لحضرتك اهوت. أه. الدولة مخيرة ما بين أمرين، إن هي تسيبه. ده من الأول يا شيخ يوسف، إنما دلوقتي وأنت أصلاً خدت منه فلوس في الأول. بص يا أستاذ، بص يا أستاذ. يعني خلينا واقعيين شوية. يحق للدولة أن تنزع ملكية أي شيء وتعوضه ما دام للمصلحة العامة. شيخ يوسف 50% من المباني دلوقتي مبنية بالطريقة المخالفة دي، ما الدولة هي اللي دخلت الرشاوي ودخلت الإتاوات وهي اللي عملت العملة دي، والدولة دلوقتي مش بتهدم يا شيخ يوسف عشان خاطر في غلط. لا لا لا، الدولة بتهدم عشان تاخد فلوس. مقتنع إن هي بتبني عشان بتعمل عشان هو غلط؟
طب حضرتك شفت غلط. الفيديو بتاع القساوسه اللي طلعوا، طب ليه ولا كنيسه اتهدمت؟ ليه المساجد والبيوت حضرتك فقط؟ حضرتك مقتنعه ان الدوله بتهدم البيوت لان هي خطر على البيوت او خطر على المرافق وما عادش مرافق لها؟ لا طبعا مش خطر، دليل ان هو لو تصالح ودفع الفلوس البيت زي ما هو وصالح هو بيعمل كده اصلا، دفع واتهدموا برضه، عاوز ياخد اتاوه او ياخد ضريبه او ياخد الكلام ده بحاله، تمام؟ يبقى تقولي لي دوت، هل يجوز للدوله ان هي تاخد اتاوه على الكلام ده؟ السؤال يترد كده، مش حضرتك تقول يجوز للدوله تهد او ما تهدش. لا، غير ان هو يجوز للدوله تهد او ما تهدش، هي بتهد الحاجات اللي عايزه تهدها على مزاجها. يعني سايبه الكنائس بشهاده القساوسه انفسهم وطلعوا على السوشيال ميديا والفيديو لف العالم كله، والناس قالت اهو عشان تعرفوا بيهدم المساجد وسايب الكنائس، مش عشان بيفرق بين ده وده، ولكن علشان دول ليهم وضع تاني خاص عنده يا دكتور يوسف. ليهم وضع، لكن المسجد حلال، تلاقي المأذنه بطولها كده بتترمي على الارض زي بالظبط اللي شفناه في سوريا والعراق. قعدوا يقولوا بدل ما نبقى زي سوريا والعراق بقينا ألعن من سوريا والعراق في هدم المساجد والبيوت. ما انا بقول لحضرتك وترجع تاني واقول لحضرتك، ارجع واقول لحضرتك تاني، الدوله لا يحق لها نزع الملكيه الخاصه، مش الملكيه العامه، الملكيه الخاصه الا بتعويض. ما جيش اخد بيتك واقول لك التعويض دهوت، البيت ده هيساوي 2 مليون، هدفع لك ال 2 مليون. لكن اديك 100 جنيه او اديك 2000 جنيه او اديك 3000 جنيه او 100 جنيه، هذا من بخس الحق ويعاقب عليه امام الله سبحانه وتعالى الشخص اللي امر بكده او عمل هذا.